مزيد التفاصيل حول أنباء الانفجار وطبيعة الانفجار ذلك؟ نعم مساء الخير. طبعا هناك فرق بين الحريق الذي وقع في منطقة الصحناية على بعد 7 كيلومترات أو أكثر بخليل من مكان وقوع الانفجار في محيط مدينة أو منطقة السيدة زينب التي تعتبر معقل لحزب الله اللبناني، وحتى اللحظة لا نعلم سبب الانفجار حقيقة الأمر أو انفجارات، يعني على الأقل 3 انفجارات وقعت في مبنى في يقع جنوب منطقة السيدة زينب في منطقة يسيطر عليها حزب الله. بعد الانفجار كان هناك إحراق لإطارات قديمة من قبل حاجز لقوات النظام على طريق صحنايا، أي لا علاقة له بالمكان الذي وقع فيه الانفجار. ولكن ما نستطيع تأكيده وفق مصادرنا داخل الدفاعات الجوية، على رادارات الدفاعات الجوية لم يرصد أي استهداف إسرائيلي لتلك المنطقة، لا من فوق الجولان المحتل ولا من الجنوب السوري، أي لم تسجل الدفاعات الجوية أي استهدافات إسرائيلية. لا يعلم إذا ما كان الانفجار هو يعني مفتعل لقتل شخصيات أو هو كان انفجارا عرضيا وقع في أحد المستودعات أو أحد المباني التي يوجد فيها مستودعات تابعة للإيرانيين وحزب الله اللبناني في جنوب العاصمة دمشق. يعني لا تفاصيل حتى الآن عن هذا الانفجار، لكن الحريق أنت ذكرت بأنه إحراق إطارات فقط؟ إحراق إطارات وليس حريق، يعني هو قالوا معمل، ليس معمل، هي إطارات قديمة في أحد المستودعات في تلك المنطقة التي هي عسكرية وليست معمل الإطارات على طريق صحنايا. أن الأمر لا علاقة الانفجارات، يعني كيف تحرق الإطارات ويحدث عن إحراق الإطارات انفجارات، يعني لا علاقة لإحراق الإطارات بقضية الانفجار الذي وقع في السيدة زينب. يعني دعني أقول لك بأنه على سبيل المثال مساء أمس الأول كان هناك استهداف إسرائيلي لمقرين عسكريين في ريف درعا الغربي، لم يأتي النظام على إعلام النظام ولا بيان من وزارة الدفاع على ذكر هذين الاستهدافين اللذين وقعا في ريف درعا الغربي ليس بعيدا عن الجولان السوري المحتل. نعم كل الشكر لك الأستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.